بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنقرأ من سفر الملوك الأول إصحاح 17 من العدد الأول. وقال إيليا التشبي من مستوطني جلعاد لآخاب: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. وكان كلام الرب له قائلا: انطلق من ها هنا، انطلق من هنا واتجه نحو المشرق، واختبئ عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن، فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب، وذهب فأقام عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس، لأنه لم يكن مطر في الأرض. وكان له كلام الرب قائلا: قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك. هو ذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى صرفة، وجاء إلى باب المدينة، وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا، فناداها وقال: هات لي قليل ماء في إناء فأشرب. وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال لي: هات لي كسرة خبز في يدك. فقالت: حي هو الرب إلهك، إنه ليست عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وهأنذا أقش عودين لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت. فقال لها إيليا: لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا، وأخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: أن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. فذهبت وفعلت حسب قول إيليا، وأكلت هي وهو وبيتها أياما، كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إيليا. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. إيليا النبي ظهر في عصر الملك أخاب اللي حكم إسرائيل لمدة 22 سنة. وإيليا معناها يهوى إلهي باللغة العبرية، إيليا يعني يهوى إلهي، وباللغة اليونانية إلياس.
أخاب كان ملك شرير، وكان متجوز إيزابل أشر منه، وأدخلت إيزابل عبادة البعل إلى شعب إسرائيل، لدرجة إن كل الشعب تقريبا ابتدى إن هو يا إما يعبد البعل أو يجمع بين عبادة البعل وبين عبادة يهوى إله إسرائيل. عشان كده إيليا النبي لما كان فاكر إن هو الوحيد اللي بيعبد الله، فربنا قال له إيه؟ أبقيت لي 7000 ركبة لم تنحني بعد لبعل. تصوروا 7000 ركبة بس اللي ما سجدتش لبعل، ولكن مئات الآلاف من شعب إسرائيل الكل ابتدوا يعبدوا أو يعبدوا هذا البعل. وكلمة بعل معناها رب أو سيد، رب أو سيد، وده إله الكنعانيين. وكان عبادة البعل عبادة فيها نوع من النجاسة، وفيها كمان نوع من الشراسة. ساعات كانوا يذبحوا ذبائح بشرية للبعل والعشتروت، فالشعب كله ضل وراء عبادة هذا البعل اللي هو إله الخصب عند الكنعانيين، يعني هو المسؤول عن الخصب الخاص بالزرع والمزروعات والحيوانات، هو إله الخصب. عشان كده ربنا أعد إيليا النبي لهذه المهمة، مهمة خطيرة. عن طريق إيليا ربنا عايز يصحي هذا الشعب اللي عايش ومستعبد لعبادة هذا الوثن. فربنا عايز باستمرار مهما أولاده بعدوا عنه، ولكن بيبعت لهم أنبياء، يبعت لهم خدام علشان يرجعوهم تاني إلى عبادة الله الحي. خلي بالكوا ان الموضوع ده كان بالنسبة لإيليا ما كانش عارف، يعني كان ربنا بيقوده خطوة بخطوة. يعني ربنا اول ما اتكلم مع إيليا بصينا لقينا إيليا راح دخل عند الملك أخاب وقال له ايه؟ وقال إيليا تشبي من مستوطني جلعاد لأخاب حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. جبت منين الكلام ده يا إيليا النبي؟ شوفوا يوحنا المعمدان لما اتكلم عن المسيح قال إيه؟ الذي أرسلني لأعمد، هو قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهو الذي يعمد ايه؟ بالروح القدس. فرسالة من الله رأسا إلى إيليا النبي إنه يتقابل مع أخاب الملك الشرير ويقول له كده: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. إلا عند قولي كلمة صعبة قوي، لكن هو بيتكلم بروح الله، علشان كده الروح القدس اللي بيتكلم من خلاله، يعني عند قول مش إيليا، الله اللي في إيليا، إلا عند قولي. حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إلهنا حي، إلهنا حي. وإن كان المسيح مات لكنه قام الأموات وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآب. في
في عبرانيين 7:25 بيتكلم عن المسيح الحي، بيقول بولس الرسول: فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. إلهنا حي، إلهنا حي. علشان كده إيليا كان رجل صلاح، واتكلم عنه يعقوب، رسالة يعقوب الإصحاح الخامس، لما كان بيتكلم عن طلبة البار ازاي انها تقتدر كثيرا في فعلها، يقول: كان ايليا، كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا، وصلى صلاة ان لا تمطر فلم تمطر على الارض 3 سنين و6 اشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. ده عدد 18 الإصحاح الخامس. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. كان رجل صلاة فكان رجل بار. عايز تعرف وتختبر حياة البر، اختبر حياة الصلاة. وبالرغم انه كان رجل صلاة، لكن ما كانش ممكن ايليا ابدا ينتصر في جبل الكرمل على انبياء البعل ويبيدهم بالكامل الا اذا كان في الاول يروح نهر كريت وبعد كده يروح صرفة صيدا. خلي بالكم، نهر كريت، صرفة صيدا، وبعد كده جبل الكرمل. ايه معنى الكلام ده؟ نهر كريت يشير الى حياة الشركة مع الله، الخلوة مع الله. خلي بالكو، بعد ما كان مع اخاب الملك في السامرة اللي هي عاصمة اسرائيل، مشغوليات وزحمة، فقال له: لا، انت تروح تختبئ عند نهر كريت، انت لازم تبعد، انت لازم تختلي، لازم تسيب مشغوليات العالم، لازم انك انت تقعد لوحدك او تقعد معايا وتتكلم معايا. عايز اقول لكم، من غير الخلوة ومن غير الاختلاء لا يمكن ابدا ان الانسان ينتصر في جبل الكرمل على البعل وانبياء البعل، على الشيطان وكل أعوانه، مش ممكن. عشان كده ربنا خلاه الأول يروح فين؟ يروح عند نهر كريت. نهر كريت، وخلي بالكم هنا يقول لك إيه: وكان كلام الرب له قائلا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريت. وكان كلام الرب له، دي في منتهى الأهمية. تروح نهر كريت من غير ما تاخد أمر من ربنا، من غير ما تسمع صوت ربنا، ما ينفعش. وعشان كده تبص تلقى إن الإنسان اللي بيتصرف لوحده يقولك: أنا هعملها بنفسي. وربنا عايز إيه؟ مش خلاص هو منع المطر وأنا يعني نفذت إرادته وما شئته؟ طيب دلوقتي الناس لما المطر يتمنع وتحصل مجاعة هم هيتوبوا ويرجعوا. ما حصلش كده، لا، ده لسه، ده احنا لسه في بداية الطريق. قال له: انت الاول يا ايليا، انا عايز اعدك، عشان لما اعدك انت اقدر اصنع بيك معجزات، واقدر كمان ان من خلالك الناس ترجع ليا. فتروح عند نهر كريت، اسمع لقولي. وكان كلام الرب له قائلا، اسمع لكلامي. احنا مشكلتنا ان احنا يمكن بنصلي، يمكن مش عارف اللي بيصلي مين، بس يعني، لكن هل بنسمع لربنا؟ هل بنسمع صوت ربنا؟ ده المهم. الصلاة يا جماعة ديالوج. يعني ايه؟ يعني انا بكلم ربنا وربنا بيكلمني، ربنا بيكلمني. ومن غير الانسان ما يتكلم مع ربنا وربنا يكلمه، ما تبقى الصلاة، تبقى من طرف واحد. تصوروا بقى انسان بيكلم واحد هو اللي بيتكلم بس. طب اسمع، ده ربنا بيقولك اسكت عشان انا عايز اتكلم معاك. اشعياء النبي
يقول ايه في الاصحاح 50:4؟ يوقظ كل صباح، يوقظ كل صباح، يوقظ لي اذنا لاسمع كالمتعلمين. السيد الرب فتح لي اذنا وانا لم اعاند. يعني ايه؟ يعني كل يوم الصبح كده ربنا يكلمني. طب ربنا يكلمك عن طريق ايه؟ هيبعت لك ملاك؟ لا، مش هيبعت لك ملاك. ربنا بيكلمك عن طريق الكلمة، عن طريق الكتاب المقدس، عن طريق الإنجيل. دي كلمة ربنا، فربنا يكلمني عن طريق الكلمة، كلامه. بس لو كان عندك أذن صاغية، أذن روحية يعني، تقدر تميز وتسمع صوت ربنا. خلي بالك انك انت لما تاخد الكلام اللي في الانجيل ليك شخصيا وتحط اذنك الروحية عليه، هتبتدي تعرف ربنا عايز منك ايه، وتقول فعلا ربنا بيكلمني في الآية دي. ليه؟ هو ده ربنا بيتكلمش عن طريق تاني غير الروح القدس كمان اللي جوانا. وانت بتصلي الروح القدس بيقودك انك انت تعمل عمل خير الفلاني، انك انت تزور الشخص الفلاني، انك انت تتنازل عن حقك، انك انت الروح القدس بيقود ايضا عشان يسمعنا صوت ربنا وورد ربنا في حياتنا. عشان كده مهم جدا ان احنا نسمع. وكان كلام الرب له قائلا: انطلق من ها هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريت. خلي بالكو، نهر كريت مش شركة مع الله بس وخلوة روحية، ولكن طاعة وطاعة الإيمان. خلي بالكو هنا ايه يقول له، ايه يقول له؟ اختبئ عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. تشرب من النهر. الله، ما النهر ده هيجف زي أي نهر، ما هو ما فيش مطر نازل. لو الإنسان ياخدها كده بالعقل وبعدين يقول أنا أمرت الغربان تعولك، تقولوا ازاي؟ يقول لك وكانت الغربان تأتي ليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء. ده الغراب لما يلقى حتة جيفة يعني جثة ميتة ياكلها، قوم ياخد لحم وخبز ويديه. وده كلام معقول؟ ده الإيمان يقبل اللا معقول بالنسبة للناس. لو بنثق في قدرة الله وفي قوة الله اللي بيقوله ربنا صح وهيتعمل. خلي بالكم، عشان كده مهم جدا ان احنا يكون عندنا طاعة، بس طاعة الايمان. مكتوب عن المسيح في عبرانيين 5:8: مع كونه ابنا ايه؟ تعلم الطاعة مما تألم به، واذ كمل صار للذين يطيعونه سبب خلاص ابدي. الطاعة مهمة، وهنا طاعة الايمان. للانسان هنا بيطيع وفعلا عنده ايمان ان ربنا هيحقق الكلام اللي بيقوله. ساعات احنا بنعقلها بنفسنا كده، يعني معقول ده؟ معقول؟ معقول يعني ربنا يجيب المسيح يجيب طين ويعمل طين ويحطه على عينيه العامة ويقول له روح اغتسل في بركة السلوام؟ ايه ده؟ طب وهي دي يا رب طريقة اللي تفتح بيها عينين واحد تحط عليه طين؟ على ده لو واحد السليم لو حطه على عينيه طين عينيه تعمى. لكن دي طرق ربنا يا جماعة، ربنا بيشتغل بطرق غير اللي احنا. يبقى عندك مشكلة وعندك ضيقة وتعبان جدا وبتصلي تقول يا رب اعني، يروح جايب لك مشكلة اكبر من الاولانية. يقول لك عشان تفتح. انت مش عارف انا بعمل كده معاك كده ليه؟ عشان كده احبائي مهم جدا ان احنا نختبر. يعني ايه نهر كريت؟ ونختبئ عند نهر كريت. وهنا الاختباء هو شركة مع الله وطاعة مطلقة بسبب الإيمان. إبراهيم لما دعي إيه؟ أطاع. طاعة. ما كانش عارف هو رايح فين، أهو إيليا. قال له روح في الحتة الفلانية وروح للأرملة الفلانية. حاضر. أطاع. أرملة صرفة صيدا. فين الأرملة دي؟ ما ادالوش عنوان. ما كانش في نافيجيتور ساعتها ولا نافيجيشن. ما ادالوش حاجة خالص، يروح إزاي العنوان ده؟ ما يعرفش. بس قال له روح. هتقابل الأرملة. أطاع. بدون طاعة لا يمكن الإنسان يقدر إن هو ياخد انتصار في جبل الكرمل، في معركته مع البعل وأنبياء البعل والشيطان. يعني يبقى إحنا اتكلمنا
عن النقطة الثانية اللي هي كريت أو نهر كريت، لكن النقطة اللي بعد كده في منتهى الأهمية، بعد كريت قال له تروح فين؟ صرفة صيدا. إيه صرفة صيدا؟ كلمة صرفة معناها بيت أو بوتقة التمحيص. صحيح إن إيليا دلوقتي اتعلم إزاي يطيع الله وإزاي يكون ليه شركة قوية مع الله وخلوة، لكن في نفس الوقت لازم يتنقى بالكامل، لازم يتمحص، لازم الذهب يخش النار عشان يتنقى من كل الشوائب. فنبص نلقى ان ايليا النبي ربنا يقول له مش هتقدر انك انت تنتصر في معركة جبل الكرمل الا اذا احتملت المتاعب والآلام. لازم تتعب، لازم تتعب يا ايليا. يعني ايه؟ يعني تسيب نهر كريت وتمشي لغاية لما توصل لصرفة صيدا، وصل هناك وهو منهوك القوة، تعبان في منتهى التعب، وربنا يقول له ايه؟ الأرملة هتعولك. أرملة؟ أرملة تعوله بقى يا رب اخرتها كده، هنتكلم عن النقطة دي بعد كده. أرملة تعول ده يا رب، مع يعني انا تقول لي انا هعول الناس التعبانين اللي هناك؟ ده انا النبي بتاعك. لا، ده انت هتتعب وتمشي لغاية هناك، لغاية هذه الأرملة، ومش كده وبس، انك انت هتطلب منها وهي اللي هتكون مسؤولة عنك. وده يجيبنا للنقطة المهمة الثانية، احتمال المذلة والمهانة. يعني تصوروا ان هو يطلب منها يقول لها، تقول له انا ليس لي كعك، انا ما عنديش اديلك، بعد ما راح تجيب له شوية المية ما عنديش. انا عايز اقول لكم اصعب شيء ان الانسان يحتاج ويطلب والناس تقول له لا، صعب قوي. لكن ده ايليا النبي. صعب قوي ان ايليا النبي تعوله امرأة، وامرأة كمان ايه؟ ده امرأة أممية مش من شعب الله. لكن المسيح كان يصرف عليه نساء ايه؟ من اموالهن. عايز اقول لكم النهاردة ان المسيح هو رجل الصلاة الأول، كان يقضي الليل كله في الصلاة، هو اللي علم التلاميذ الصلاة، هو اللي صلى في جبل أو في جثمان في جسماني صلاة عجيبة جدا جدا. فهو إيليا الحقيقي. علشان كده نبص نلقى أن هو دخل الآلام وبوتقة الآلام اللي دخلها المسيح، يقول دست المعصرة لوحدي. فإن كان إيليا على جبل الكرمل انتصر على البعل اللي بيشير إلى عبادة الأوثان وكل آلهة الأمم إيه؟ شياطين. فالمسيح انتصر على جبل الجلجسة وحطم كل قوى الشيطان، جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. معركة جبل الكرمل فيها إيليا النبي قضى على كل أنبياء البعل، والمسيح على الصليب جرد كل الرياسات وكل السلاطين وكل أجناد الشر الروحية في السماويات، خلى ليس لهم أي سلطان على الإنسان الذي يؤمن بصليب المسيح. فعلشان كده النهاردة أنا عايز أقول لك حاجة بسيطة خالص، ايه اللي عمله ايليا النبي؟ قال ايه؟ فتقدم ايليا الى جميع الشعب وقال، حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ ان كان الرب هو الله فاتبعوه، وان كان البعل فاتبعوه. فلم يجبه الشعب كلمة. وبعدين بعد ما خلى انبياء البعل ان هم يبتدوا يطلبوا من الههم ان هو بعد ما قدموا الذبيحة ان تيجي نار عشان تاخدها، ما حصلش، ابتدوا ان هم يصرخوا ويجرحوا في نفسهم. لكن بعد كده ايه اللي عملوا ايليا؟ قطع الطور ذبيحة يعني وضعه على الحطب
وقال املأوا 4 جرات ماء وصبوا على المحرقة وعلى الحطب، ثم قال سنوا فسنوا، يعني مرة تانية، وقال سلسوا مرة تالتة، فجرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضا ماء. وبعد كده وكان عند إصعاد التقدمة أن إيليا النبي تقدم وقال: أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، يعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل وإني أنا عبدك وبأمر قد فعلت كل هذه الأمور، استجبني يا رب استجبني، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا، حولت قلوبهم رجوعا. كل ده خطة لربنا عشان يرجع الشعب رجوعه. المسيح على الصليب أيضا قدم نفسه ذبيحة عشان يقول التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. وما كناش إحنا من خلال إيماننا بالمصلوب هنرجع، إيماننا بالمسيح اللي انتصر في معركة الجلجثة على كل قوى الشر الروحية، لا يمكن إن إحنا هننتصر بأي طريق آخر. نشكر إلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا إيليا الحقيقي اللي انتصر على جبل الجلجثة وحررنا من كل قوى الشر الروحية، لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين.